المرياع سيد القطيع، تلحق به الخراف والنعاج، يتميز بشكله وحجمه. تهرول الخراف والنعاج وراءه دون عناء النظر للطريق، فكيف يصبح المرياع مرياعاً؟ هو الخروف الذي يعزل عن أمه يوم ولادته، يسقى من حليبها دون أن يراها، فيوضع مع أنثى الحمار ليرضع من زجاجة معلقة بين فخذيها حتى يعتقد أنها أمه، فيعتاد الخروف على الحمار فيبقى حوله ويمشي خلفه. يتم الاعتناء به حتى يكبر فلا يجز صوفه للهيبة، ويعلق حول رقبته جرس يسمى القرقع، فيصبح مهمته قيادة القطيع خلف حمار مدرب على السير باتجاه المرعى. وكلما سار المرياع يدندن الجرس كإشارة للقطيع باللحاق به، فيقوم بجمعها للذهاب للمرعى أو لأجل الذبح.